قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. لو قال قائل: تأمل معي هذه الجملة من هذه الآية، قال: إن أرادني الله بضر، ولم يقل إن أريد بي ضر، يتضح هذا بالأمثلة. الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، ولا شك أن الضر شر. ولذا في دعاء الاستفتاح الطويل في حديث علي عند مسلم قال: والشر ليس إليك، بمعنى أنه لا ينسب إليك، وليس معنى ذلك أنه ليس بخالقه عز وجل. الله جل وعلا خالق كل شيء، خالق للخير وخالق للشر، وحينما يخلق الشر لا يخلقه لذاته، وإنما يخلق الشر باعتبار خيرات متعددة، فحينما ينزل الضر بشخص فيه فوائد، فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فتى موسى ماذا قال؟ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وقال تعالى في قصة يوسف: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، إلى أن قال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لكن لما جاء الخير أم أراد بهم ربهم رشدا. ذكر الرب عز وجل في مقام ذكر الخير، لكن في مقام ذكر الشر لم يذكر. لما؟ تأدبا مع الله عز وجل، فلا ينسب إليه الشر. فلماذا ذكر هنا لفظ الجلالة مع أنه في مقام الضر؟ قال: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. ماذا نقول؟ نقول: إن هذه الآية جاءت في سياق التحدي وإظهار عجز الآلهة، فكان من المناسب أن يصرح بلفظ الجلالة فيتبين للعبد أن دافع الضر هو الله، وأن الآتي بالخير هو الله. مثير لهذه الآية في مقام التحدي قال تعالى في سورة الأحزاب: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة.